بهدف تقوية وتعزيز العلاقات القائمة بين تشاد وجمهورية بوركينا فاسو في شتى المجالات كتجارة والصناعة والتعليم، بالإضافة إلى الاستثمار المشترك، تجيء هذه المقابلة التي جمعت المبعوث البوركيني المستشار الخاص لرئيس جمهورية بوركينا فاسو السيد تيري هود إلى البلاد بفخامة رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو. المبعوث البوركيني حمل معه رسالة شفهية من رئيس جمهورية بوركينا فاسو روك مارك كريستيان كابوري إلى نظيره فخامة رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو، مفادها سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتقوية الصداقة بين الزعيمين والشعبين. المقابلة سمحت للمبعوث البوركيني التباحث مع فخامة رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو في عدد من القضايا والمواضيع المهمة التي تربط بين البلدين، وكذا التطرق لتعزيز الشراكة بين تشاد وبوركينا فاسو. من جانبه رئيس الجمهورية أكد بأن تشاد وبوركينا فاسو تربطهما علاقات قوية وممتازة، مشيدا بالتعاون القائم بين أنجمين وواغادوغو. كما سمحت المقابلة لمبعوث جمهورية بوركينا فاسو السيد تيري هوت أن يقدم فيه تهانيه إلى فخامة رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو بنيله لرتبة المشير، كما نقل تحيات الرئيس روك مارك كريستيان كابوري إلى أخيه فخامة رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو تتعلق بتطوير العلاقات وكذا المواضيع الراهنة بالدول الأفريقية.